شوي عصام. طيب شوي عصام خش شمال او يمين في عادي. انت انت صفيتيها سيارة؟ مش هضربها. انا اي شايف هات كرتونه يا طارق. ها خلينا نحن في بينا عنب. يعني شوف الطعم، بينما الاسرائيلي بيجيبوا الناس على ميه وبيجيبوا على شكو في ناس فوق. اعرفهم عنب عندهم؟ لا لا يمكن رعيان هذول. هذول رعيان على هالطرف. لا مش معلم هذا زي بتعلق على فيش خنازير؟ مغشوش ولا بش على ست سبع رشات مش لازم يخرب بالمره. خذ الكرتون خذ بياخذونهم كذا صوره بس. ايوه اي شايف هيك معلس جيب لك داليه اصورها. الله بس عالم. اه عادي عادي. لا عادي انا عندي هذا العنب بمثل لي اللي هي رزقتي في ارضي، بس يا للاسف يا للاسف ما فيش الى تصدير برا، فاهم يعني؟ يلا يلا يسوي بسويش اتعابه، والله ما بواسي اتعابه. بقال نحمل العنب على بعين مسمين على حمار صحارتين شبار ياخذ لهم 100 كيلو. نطيعه وين؟ نطيعه البلاد الغربيه، يعني بعدك 10 قرايه. بقينا نصل لحد المسنيات، عجور، العراق المنشيه، حد الفلوجي، زكريا، بيت شيمش، هذه يعني البريج، هذه كل بيت نتيف. بقينا نروح عليها بالعنب، نبدل القمح راس براس، يعني كيلو بكيلو، وبحرص فيها من هان تأموت، لو عمري 100 سنه ما بفارقش الارض. ليش؟ بظل اخدم فيها. ليش؟ لانها هذه الارض ارضي وملكي ووطني ومسقط راسي هذا. مش انا اروح اطلع لاجي ولو اسرائيل بتعلق لي المشنقه. هذا احلى من البلدي. هذاك الحمداني ارعو كمان زين. هذاك البلدي العنب هذه. ايوه هذا العنب الجميل الذي هو بعل وبدون مياه وبدون أسمدة كيماوية، ولكن في التسويق لا يوجد أي تسويق، لأن العنب الإسرائيلي والبضائع الإسرائيلية أو الفاكهة الإسرائيلية تجتاح الأسواق الفلسطينية، والفلسطيني ينظر إلى العنب الإسرائيلي أكثر ما ينظر إلى الفلسطيني. يعني على سبيل المثال كيلو العنب الفلسطيني هذا في الأسواق ما بروحش بشيكلين، بينما كيلو العنب الإسرائيلي بروح بثمانية وعشرة شيكل. وهذه مشكلة. مشكلة مين؟ مشكلة المعابر، أو مشكلة الناس المسؤولة في السلطة الفلسطينية اللي بيسمحوا للبضائع الإسرائيلية وخاصة العنب في هذا الوقت اللي بينزل عندنا إنهم يسمحوا له إنه يعبر على الأسواق. بعد دخول الاحتلال في 67 وكانت هذه المنطقة بالذات كان مركز أردني، وبعد انسحابهم منها بلش الإسرائيلي ينافس الفلسطيني في المزروعات بأنها إيش منطقة بعيش فيها العنب بكونها بلد ساقعة، ها ينافس إيش في المنتوج الإسرائيلي. هذا العنب الإسرائيلي الموجود على أراضي الفلسطينية وهي خاصة الأهل بلدة بيت أمر، ها بعد احتلال 67 اليوم بينافسني بقطف العنب، بقول لك أشوف الجودة اللي عندي، وهذه الجودة بقولت لك باجي بلقاها في السوق الفلسطيني، وهذه مشكله.